احسن بشكل اجمل. نحن لا نريد تغيير النظام، نحن نريد اصلاح النظام، نظام قائم على السلبيات، على المشاكل، على الاشكالات، على الخراب. لان كل واجزم كل من يتربع على كراسي الحكم او مجلس النواب، الكل وبالاجماع وانا مسؤول عن هذا، ليس لديه الشعور الكامل ازاء الوطن والشعب. قال ونفلت الشوارع تالي بسام ومواجع، قال ونزيد الرواتب والقصد بس للحبايب. مصعد اولي الوزارة قلنا راح السيجارة، لما صعدوا فوق فوق مصعدوا فوق فوق وسعوا فين حبوك. انا قل حرية دولة طواعف، دولة طواعف، تحسيس الدولة، تحسيس الدولة. لحب العراق يرجع للساحة، لحب العراق يرجع للساحة.